تجرد من الإنسانية والرحمة وقتل بناتها الثنتين بدافع الشرف، مطلوب وهارب من الإف بي آي لمدة 12 سنة. اختلفت الأقاويل عليه ما بين إنه كان مدمن مخدرات ومتحرش ببناته، وما بين إنه قتلهم بسبب مواعدتهم لشباب غير مسلمين. قضية أحدثت ضجة كبيرة وتناقلتها الأخبار، وعلى هالأساس حلقتنا اليوم بتكون عن ياسر سعيد. معكم علي من برنامجكم 6 على 6، ويلا ودينا على الانترو. السلام عليكم يا أحلى مشاهدين. قصتنا اليوم حساسة شوي كونها من شخص عربي، ومن الممكن إنها تكون قتل بدافع الشرف. ندخل بتفاصيل قصتنا اليوم ونقول بسم الله. ياسر عبد الفتاح محمد سعيد عربي، وما يحتاج أذكر دولته عشان ما يجي الهجوم المعتاد لما أذكر اسم أي دولة. البعض الله يهديه يحسبني إذا ذكرت اسم الدولة معناها كل الشعب في الدولة الفلانية سيئين. بالنهاية كل شخص يمثل نفسه، وكل دولة فيها الناس الزينة والشينة. ياسر من مواليد سنة 1957 بشهر يناير، متهم في قضية قتل بناته الثنتين بأمريكا، وكان سائق سيارة أجرة. انتشر الغلاء وضاقت المعيشة على ياسر، وقرر إنه يسافر للخارج مع أخوه وعلى الله يحصل لهم وظيفة بأمريكا. وفعلا ترك دولته وراح إلى أمريكا سنة 1983 بتأشيرة طالب، ولكن بحكم أنه كان شخص عادي وما عنده أي مهارة أو حرفة أو خبرة وظيفية، اشتغل بالبداية كغاسل صحون، وبعدها اشتغل عامل بمحل تجاري، وهناك تعرف على بنت اسمها باتريسيا. تعرف عليها الفترة وحبوا بعض، ويوم وصل عمر ياسر 30 تزوج باتريسيا أونز بعام 1987، يعني بعد 4 سنوات من وصولها لأمريكا. مرت الأيام والشهور، وبعد سنتين زوجتها باتريسيا جابت أول بنت وسموها أمينة بسنة 1989، وبعدها بسنة ولدت سارة. عندهم ولدين كانوا أكبر من البنتين، الأول اسمه إسلام وانولد بسنة 1988، وياسر انولد قبله ب 1987، وهالولدين من أم ثانية كان متزوجها قبل زوجتها باتريسيا. خلوكم من هالولدين هذولا، ما علينا منهم، لأن اللي يهمنا بالقصة هم البنتين أمينة وسارة. ياسر عبد الفتاح أخذ الإقامة الدائمة بأمريكا، وبعدها أخذ الجنسية الأمريكية سنة 1997 لأنها متزوج من أمريكية. مرت سنين وصارت الطفلتين بسن المراهقة، كانت علاقتهم بأبوهم سيئة لأبعد حد بسبب تحكمه الزائد، وكان يمنع البنات من أي تواصل خارجي، وما كان مسموح للبنات أنهم يتكلمون مع أي ولد حتى بالمدرسة. وكان ياسر يترك شغله ويروح ورا بناته ويراقبهم، حتى وصل مع الحال أنه حط كاميرات بالبيت عشان يعرف وش يسوون بناته بغيابه. ممكن البعض يشوف تصرف ياسر طبيعي، الأب غالبا هو الأقرب للبنات من أمهم والولد الأقرب لأمه، لكن في فرق كبير بين الاهتمام والحرص، وبين الشك وعدم الثقة. الشك مرض نفسي لو تمكن منك صدقني بيخليك تشك حتى بنفسك. راحوا العائلة لدولتهم بفترة الإجازة، وبعدها رجعوا لأمريكا، ومن رجعوا وياسر تغير للأسوأ وزاد جنونه، وقررت البنتين أمينة وسارة أنهم يتمردون لأن الوضع صار لا يطاق بالنسبة لهم. وتعرفوا على شابين بنفس عمرهم، وصلت الأخبار لأبوهم ياسر، انجن جنونه وقتها وقرر أنه ينتقم منهم. سوى له خطة عشان ينتقم من بناته، وكان وقتها بأواخر سنة 2007، وبيوم واحد من شهر يناير سنة 2008 هنا صارت الكارثة. قال البنات بما أننا بالنيو يير وش رأيكم أعزمكم ونطلع نتعشى برا ونشوف الاحتفالات وش صاير بالدنيا. وفعلا وافقوا بناته وركبوا معه بالسيارة وأخذهم المكان منعزل، وبكل جبروت وقسوة أطلق 11 رصاصة على البنتين وهو يناظر بعيونه. ماتت أمينة بعد دقائق، أما سارة قدرت أنها تتصل بالشرطة قبل ما تلفظ أنفاسها الأخيرة. وكانت تصرخ وتقول أنا أموت، أبوي أطلق علينا الرصاص. انقطع الاتصال وتتبعت الشرطة المكالمة، ووصلوا للبنتين وحصلوهم جثث والدم متناثر بكل مكان. لا حول ولا قوة إلا بالله. من بعدها اختفى ياسر لمدة 12 سنة، وكل هالفترة هذه كانت السلطات الأمريكية تبحث عنه، والإف بي آي من جهة أصدر مذكرة باعتقاله. وبعد 12 سنة بيوم 26 من شهر أغسطس عام 2020 أعلنت الشرطة الأمريكية القبض عليه وعلى ولده إسلام وياسين أخو ياسر اللي سافر معه لأمريكا
ويدورون شغل، واحتجزوهم بولاية تكساس بالحجز الفيدرالي تمهيداً لنقلهم إلى مقاطعة دالاس، بسبب أن ياسين أخو ياسر وإسلام ولد ياسر متهمين بإيواء ياسر وكانوا متسترين عليه. لكن السؤال هنا، هل تشوف أن القضية كانت بدافع الشرف فعلاً؟ ومن رأيك ما زال في ناس تستبيح القتل بحجة الشرف؟ أنا ما راح أقول رأيي بهذه القضية، لكن من الطبيعي أنك لما تسافر لدولة أجنبية بيكون لها قوانينها الخاصة وأنظمة لازم تتبعها. أنا ما أقول لك تخلى عن مبادئك ودينك واتبعها، لكن تربي بناتك بدولتك وتجيبهم بعدين. طبيعي لما تجيب بنات وأولاد خارج دولتك وخصوصا بدول أجنبية بيتربون حسب طبيعة الدولة اللي هم فيها، لأنهم بيطلعون ويشوفون العالم كيف عايشة هناك أصلا. وأساسا فطرة الإنسان أنها تتأقلم مع البيئة المحيطة فيه، وما تقدر أنت كأب أو أم تغيرونها بالكلام أو العقاب. بعيدا عن موضوع الشرف لأنه موضوع طويل ومتشعب جدا، هل تتوقع أن ياسر قتلهم بسبب تأثير المخدرات عليه وأنه كان يحب بناته ومعتبرهم عشيقاته؟ لا تنصدم من كلامي ولا تقول هذه فرضية مستحيلة، لأن في مقطع مشهور بالإنترنت وما أقدر أحطه لكم بسبب سياسة اليوتيوب، ولكن إذا عمرك فوق 18 سنة تقدر تبحث عنه وتشوفه، ووقتها بتفكر بينك وبين نفسك وبتقول القضية من الممكن أنها تكون أكبر وأعمق من مجرد قضية شرف. المقطع يشيب الرأس فعلا، وصراحة أنا انصدمت يوم شفته. أترك لكم التعليق برأيكم عن هالقضية، وعلمني أنت مع أي فرضية بينهم، هل هي قضية شرف أو بسبب إدمان المخدرات والمرض النفسي اللي كان ياسر فيه. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا كبيرا. وصلنا لنهاية قصتنا، لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيه لو حاب يوصلك الجديد. أنا وصالح كان معكم أخوكم علي وبرنامجكم 6 على 6، نشوفكم بالحلقة الجاية إن شاء الله.